مرحبا في المحاضره الثانيه عنوان هذه المحاضره هو شخصيه الروح القدس حسنا لمجرد المراجعه قال يسوع عباره مذهله اقول الحق لكم قال ان ذهابي سيكون هو لخيركم لماذا هو خير لنا ان يذهب لانه لكي نقدر ان نتواصل معه علينا أن نسافر إلى تل أبيب ونؤجر سيارة للجليل ونبحث عنه، ليس صعباً لأنه سيكون حوله الكثير من الناس، ثم ننتظر لينتهي الجميع من حديثهم، ربما تحتاج شهرين حتى تصل له، وتأكد أنك كتبت كل شيء لأنه بعد شهرين ربما تكون نسيت شيئاً، لذلك يقول يسوع: من الأفضل كثيراً أن شخصاً مثلي تماماً، اللاهوت الأقنوم الثالث الذي أتى ليمجدني ليظهرني أن يأتي ويظهرني لكم وسنمضي قدما اليوم في محاضرتنا ولهذا يقول بولس الرسول لنا نحن المؤمنين في كورنثوس الثانية ثلاثة عشر أربعة عشر نعمة الرب يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا لاحظ قول بولس الشركة التي للروح القدس معكم جميعا اليس هذا شيقا يعرفنا في البدايه بنعمه ربنا يسوع المسيح لم تكن لنا علاقه بالله الاب ان لم توجد نعمه ربنا يسوع المسيح ثم يقول محبه الله الست سعيدا ان الاب يحبك انت ابنه انا افكر في كم احب اولادي الاربعه واطفالي الصغار اعني احفادي انا صغير على ان ادعى جد لذا اسميهم اطفالي الصغار فافكر كم احبهم وحب الاب لنا كم هو كبير جدا ثم عندما يسكن فيك لانه فكر في يسوع ترى نعمته وفكر في الاب ترى حبه الذي ارسل يسوع لكن بعدها يعرف الروح القدس بامر واحد وهو شركه الروح القدس تكون معكم اذن جمله تكون معكم ما معناها ربما لا تكون معكم موافقون ثم كلمه شركه باليونانيه كوينونيه سأقول كل المعاني التي وجدتها لتلك الكلمة معناها رفقة معناها عشرة تواصل حميمية مشاركة علاقات اجتماعية شراكة علاقة مساهمة ترابط وثيق متبادل هذه كلمات كثيرة كلمات قوية سأقسمها إلى ثلاثة أقسام واحد صحبة اثنان شراكة ثلاثه حميميه واحد صحبه كلمه صحبه ان اردت تعريفا لها فهي تعني علاقه وديه وتعني ايضا العشره تعني ترافق تعني ان يتشاركوا معا افهمتم اصدقاء رفقاء ماذا سيفعلون يتشاركون يتواصلون معا يتكلمون يشاركون ما يفعلونه. أحب لعب الجولف. نحن في ملعب الجولف نتكلم معاً خاصة مع فريقي. أقول لزميلي ما سأفعل. أقول هل ترى تلك الرمية؟ سأدخل الكرة وسنتقدم نقطة أتواصل معه. لعبت تنس في الجامعة، لا يمكن أن تتحدث مع الشخص المقابل في التنس. لذا أنا أحب الجولف لأنه يمكن أن تتحدث. نمت علاقاتي أكثر في ملعب الجولف. هنا مكان الصحبة، وهنا المشاركة، لهذا أريد أن تلعب زوجتي الجولف معي. لأني أحب أن تكون جانبي، فهي بارا لي، فهمتم؟ لذلك نتبادل أخبارنا، حين أفكر في فريق عملي، إنهم أقرب الناس إلي على وجه الأرض. بعد أسرتي يأتي فريق عملي، دائما نتحدث عن خططنا ونتحدث عن ما ننوي عمله. هذا ما تعنيه الصحبة. نتحدث إذا نظرت في أعمال 20 22 و 23 يقول بولس وها أنا الآن ذاهب إلى القدس مدفوعا من الروح القدس دون أن أدري ما سيحدث لي هناك إلا واسمع هذه الكلمة الروح القدس يحذرني في كل مدينة من الحبس والصعوبات ولاحظ الروح القدس لم يقل ذلك في مدينه بل قال في كل مدينه ان عرفت ان الحبس والصعوبات تنتظرك ربما ستظل تسال شريكك في كل مدينه هل غيرت رايك هل يمكن ان نغير هذا قليلا ولكنه في كل مدينه يقول استعد مرات كان الروح القدس يقول لي ما لا احب ان اسمعه وظللت اساله وقالها في كل مدينه قالها لي كل يوم ثم صمت وكأنه يقول لقد قلت لك ما يكفي. إذا تلك هي الصحبة. إذا نظرت إلى أعمال عشرة وبينما كان بطرس ما يزال يفكر في الرؤية قال له الروح ها إن ثلاثة رجال يبحثون عنك. الروح القدس هو من قال: لديك بعض الزوار، انزل واذهب معهم. لدي ما أريدك أن تفعله. إذا نظرت إلى أعمال ثمانية، تسعة وعشرين، الروح لم يقل الله لم يقل اي شيء الا الروح بالطبع هو الله. قال لفيلبس: اذهب الى تلك العربه ولازمها، اتعرف ما هو الممتع؟ فيلبس كان يقود اجتماعا في نهضه في مدينه السامره، ومكتوب ان ملاكا قال له ان يخرج في منتصف الاجتماع ويذهب للصحراء. لم يقل الروح القدس قال بل ملاكا قال: هل تدركون؟ هؤلاء كانوا يعرفون صوت الروح القدس جيدا، حتى انه عندما تكلم الملاك عرفوا الفرق بين صوت الملاك وصوت الروح القدس. لم يقل ان ملاكا ظهر له، الملاك تكلم وقال: اذهب الى الصحراء. ملاك قال ذلك، ولكن عندما وصل للصحراء، تعرف على من كان قريبا منه. كانوا قريبين جدا من الروح القدس. روح الله يقول: اذهب الى تلك العربه، وفعل ذلك فخلص الخصي. الذي كان ثالثا في كل اثيوبيا كم هذا جميل هذا ما ادعوه رفقه وعشره اعمال سته عشر سته واجتاز في فريجيه وغلاطيه بعد ان منعهما الروح القدس لم يقل يسوع منعهم بل الروح القدس منعهم من الذهاب الى اسيا ولما وصل الى حدود ميسيه حاول الذهاب الى بثينيه لكن لم يدعهم الروح ترون هذا الاتصال الحادث بين القاده والروح القدس هل يجب ان يتغير هذا هل يجب ان يتغير هل لدينا الان وسائل افضل من الروح القدس لخدمه الله هل كانوا بدائيين ونحن لدينا اقمار صناعيه وايفون وايباد فنستغني عن الروح القدس لا ليس هكذا نحتاج ان يكلمنا كان مؤمن العهد الجديد واعين جدا لملازمه الله المستديمه لهم كانوا يتوقعون تدخله في امورهم كما نتوقع تدخل شخص نقضي معه كل ساعه كل يوم في حياتنا هل تتخيل ان نقضي انا وليزا طوال اليوم في بيتنا ولا نقول كلمه لبعضنا هذا سخف انا لا اريد زواجا مثل هذا انا احب هذه السيده واحب ان اسمعها اريدها فقط ان تتكلم معي لاني احب ان اسمع صوتها لقد تزوجت منذ ثلاثين سنه ولو كنت اعزبا وهي عزباء كنت ساتتبعها لانها حب حياتي هذا صحيح الا يستحق هذا التصفيق لم امل ابدا انا في الفنادق منذ اربعه وعشرين عاما ولم امل ابدا كيف تمل عندما تعيش مع الله في نفس الحجره احيانا اتعمد هذا فاقول لا اريد ان اكون مع احد بل وحدي في الحجره لماذا حتى يمكنني سماع صوته احب ذلك انتم معي استمتع بذلك وانا شخص احب ان اكون مع الناس احب ان اكون معهم انا لست مثل الشخص الناسك مثل الرهبان الذين يريدون ان يكونوا بعيدا عن الناس انا احب الناس لكني احب الروح القدس اكثر شخص احب رفقته أنتم معي؟ ثم الكلمة التالية هي الشراكة قولوا شراكة إذا نظرتم إلى كورنثس الأولى ثلاثة تسعة هذه من أكثر الآيات عصفا للذهن في العهد الجديد ماذا تقول؟ فإننا نحن عاملان مع الله أمر مذهل نحن عاملون مع الله، كم أحب ترجمة ويماوث التي تقول نحن عاملان مع الله ومن أجله، أعمل من أجل الله ومعه. يا ربي هذا جميل. عما يتكلم عن الشراكة، اسمع ما قاله الرسل عندما كتبوا رسالة لمؤمني الأمم فقالوا: فقد استحسن الروح القدس ونحن. يمكنك أن ترى الشراكة تعمل هنا، هل تراها؟ اظهر القاده بوضوح راي الروح القدس ورايهم في هذا الموقف كلاهما شارك في اتخاذ هذا القرار تشاركوا في عمل الملكوت ترى انعكاس هذا في العهد القديم ترى الله اتيا الى ابراهيم عند اشجار البطن الله يرى ابراهيم كشريك الله وابراهيم يسيران على الجرف والله يقول له انا افكر في تدمير تلك المدن ما رايك يا ابراهيم وخاف ابراهيم لان ابن اخيه هناك فحاول حتى الى عشره وتعرفون القصه ولكن الله فعلا ياخذ راي ابراهيم هل افعل ما خططت ان افعله دون ان اقول لابراهيم شريكي؟ هذا ما يفعله الشركاء يتكلمون عن امر كبير سيفعلونه انا وليس نتكلم عن الخطوات الكبيره ارون هنا واريسون هنا نتكلم عن الخطوات التي سنتخذها لاننا شركاء اترون ذلك؟ هذا ما فعله الله مع ابراهيم هنا، وموسى ايضا نفس الشيء، الله قال امورا لموسى، وفي الكتاب المقدس هناك مرتين بسبب ما رد به موسى غير له رايه. هذه انعكاسات العهد الجديد، لكن يجب ان اقول شيئا ابراهيم وموسى لم يكونا مثلنا، كان هذا يحدث مره كل فتره، نحن نأخذه باستمرار، نأخذه طوال الوقت. أتتابعون؟ لهذا السبب هذا أفضل لنا لأن شريكنا لا ينام استيقظت في الثانية والثلث صباحا ولم أرجع للنوم لأني كنت متحمسا لهذا اليوم لرؤيتكم وللوعظ ولرؤية ما سيفعله الروح فتكلمت مع شريكي كان مستيقظا هذا مذهل لم يقل جون لماذا أيقظتني ليس كانت ستقول ذلك ستقول لماذا توقظني؟ فأقول أريد أن أتحدث وجربت ذلك من قبل ولم ينفع لأنها تحب أن تنام وأنا أحب أن أنام ولا أحب أن توقظني كنا نفعل ذلك في بداية زواجنا وتعلمنا لا 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 تفعل ذلك تقول أنت صاحٍ فأقول لأنك أيقظتيني يجب أن أذهب للعمل بعد ثلاث ساعات لكنه كان صاحيا عندما استيقظت تكلم معي عن اليوم وعما سيحدث أتتابعون كان مدهشا ليس لدينا ما كان لدى ابراهيم جاء الله وأكل معه قبل أن يتحدثا هذا لا يحدث معنا هو معنا طوال الوقت أعمال عشرون ثمانية وعشرون فاحرصوا أنفسكم وكل الرعية التي جعلكم الروح القدس مشرفين عليها أسمعتم ذلك الروح القدس جعلكم مشرفين على هؤلاء الناس لم يقل يسوع جعلكم مشرفين فاحرصوا أنفسكم وكل الرعية التي جعلكم الروح القدس مشرفين عليهم أرأيتم؟ كانوا مدركين للروح لأنه هو الموجود على الأرض ويسوع في السماء أتتابعون؟ حسناً وبينما كانوا يخدمون الرب ويصومون أعمال ثلاثة عشر قال الروح القدس خصصوا لي برنابا وشاول لكي يقوم بالعمل الذي دعوتهما إليه إنه معرف بشكل واضح ليس يسوع بل الروح وبعد ان ارسلهما الروح القدس اعمال 13 لكن ساقول شيئا الامر اعمق من الشراكه فكلمه كوينونيه تتضمن ترابط وثيق متبادل هل تريد المزيد من التعليم الفعال من جون وليزا بيفيو ان كنت وان كان شخصا تعرفه يتحدث لغه غير الانجليزيه ادخل على cloudlibrary.org اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبه الشامله كتب الكترونيه منهج تعليمي كامل فيديوهات وعيضات مسموعه سجل لتستقبل التحديثات لاشياء جديده اعرف المزيد على cloudlibrary.org لنفكر في الترابط الوثيق المتبادل حسنا ساخبركم عن شبابي حين كنت مراهقا وربما اصغر قليلا ان قلت بول مكارتني في ماذا ستفكر بين جورج هاريسون وجون لينون البيتلز كان البيتلز في الستينات حتى بعد أن انقسموا في الستينات وحتى اليوم إن قلت لأحدهم فوق عمر الخمسين إن قلت البيتلز ففي من سوف يفكر رينجو بول جورج وجون حسنا ومن أفلامي المفضلة المهرجون الثلاثة إن قلت كيرلي أفكر في مو من السخيف أن تتخيل فيلما فيه مو فقط بدون كيرلي ولاري لأنه يوجد هذا الترابط الوثيق المتبادل أتتابعون؟ وهذا هو ما تعنيه كونونية أتذكر حين تقابلت مع دكتور شو يرعى دكتور شو أكبر كنيسة في العالم وهي في سول في كوريا الجنوبية واستضفت دكتور شو مرتين في أمريكا ومرة لعبت الجولف معه وأتذكر اليوم الذي كان قبل ذلك حين مررت عليه لأخذه للاجتماع كنت سأخذه في طريقي وحين دخل ليجلس وكأن الله دخل سيارتي وفجاه وانا لست من النوع الباكي وعائلتي تعرف ذلك عني جيدا لكني انخرطت في البكاء والدموع انهمرت اردت ان اكون وقورا حين اقول ذلك لكني قلت للدكتور شو الله في السياره فقال اعرف <applause> ثم لاحقا فكرت بعد هذه الحادثه كم يكتب كثيرا عن الروح القدس فهو يصلي في الروح لساعتين يوميا وتسعون بالمائه من صلاته هي بالروح ولاحقا قال انه يصلي اربع ساعات يوميا واغلبها صلاه بالروح القدس لذا فحين دخل السياره دخل الرب معه اترون اتذكر كاثرين كولمن حين قامت اجتماعا في نيويورك وكان على منظمين ان يخرجوها من الاجتماع كانوا في فندق فكان لابد ان تمر من المطبخ لتصل للمصعد حسنا وقد كان الطهاه يعدون الطعام ولم يكونوا يدرون انها تمر بينهم وفجاه ارتموا على الارض لم يكونوا يدرون انها قادمه، سقطوا على الارض من قوه وحضور الروح، لانها كانت على علاقه وثيقه به، اذ قد احبته حبا شديدا. اتتابعون؟ هناك الكثير من الازواج والزوجات في مجال الخدمه، وحين تراهم هكذا هم هكذا. وهناك خدام حين تراه فانت تراها. اتعلمون لماذا يسالني الناس كثيرا عن ليسا؟ لاني حين اعظ اقدم للناس صوره عنها. اخبرهم كم هي جميله، اخبرهم كم احبها كثيرا. أتحدث عنها حين أعظ، فيقول لي الناس كثيراً كيف حال ليسا؟ كيف حال ليسا؟ لأنك حين تفكر في جون تفكر في ليسا، وحين تفكر في ليسا تفكر في جون، لأنه يوجد ترابط وثيق متبادل، وهذا ما يجب أن يحدث مع الروح القدس. إنه من المحزن أنك حين ترى بعض الخدام تفكر ما اسم زوجته ولا تعرف. أترون؟ لأنه لا يوجد ترابط وثيق متبادل. أتفهمون ما أقوله؟ كيف يحدث الترابط الوثيق المتبادل إنه ينمو تسعى وراءه آمين أتتابعون حين تكرم الروح القدس تتحدث معه تقضي الوقت معه عندها ستتمتع بالارتباط الوثيق اكتشفت أني حين أتكلم معه يظهر أتذكر حين وعدت في كنيسة بها خمسة آلاف عضو وكنت أعظ عن معمودية الروح القدس والملء بالروح أعتقد أن خمسمائة شخص امتلأوا من الروح القدس في الكنيسة. كان صباحاً مميزاً حقاً. وأتذكر هذا الراعي. في مساء الأحد كان المفترض أن أتلقى الكلمة بعد نصف ساعة ولم أتمكن من ذلك لساعتين كاملتين. كان راعي الكنيسة هذا رجلاً رياضياً قوي الملامح. لم يكن ضعيفاً. أتى والدموع تنهمر على وجهه وقال: "لم أختبر حضور الله هنا بهذا الشكل من قبل". فقلت اتدري لماذا قال لماذا قلت لاننا تكلمنا عن الروح القدس في الصباح وحين نتكلم عنه يظهر وحين يظهر ماذا يفعل يمجد يسوع انه يحب ان يمجد يسوع وفي كل ما يفعله ان يتكلم عن يسوع انه يحب ذلك اتتابعون لذا ان اردت حقا ان تعرف يسوع عليك ان تعرف الروح القدس والان انظروا تمهلوا انا اعرف انا اعرف وساقول اسم لاعب كره السله الذي تعرفونه جميعا اعرف كوبي براينت حسنا لان الاعلام قدمه لي والناس يحبونه لكن ان سرت في الشارع بجانب كوبي براينت لن يعرفني وربما اجد شخصا غير الشخص الذي كنت اتخيله لاني لا اعرفه انا فقط اعلم ما يقوله الناس عنه وهذا ما يحدث مع الكثيرين في علاقتهم بيسوع فهم يتكلمون عن يسوع من خلال الآيات والكتاب المقدس لكنهم لم يتقابلوا مع روح القدس انه روح يسوع اتتابعون هناك من يعرفون يسوع وساخبركم عنهم. اتذكر حين كنت ارافق الوعاظ الضيوف في كنيستي في الثمانينات وكان منهم من يعرفون يسوع حقا. اتذكر هذه المراه وتدعى جين ويلكرسون وكانت بهذا الطول وفي السبعينات من عمرها وشعرها ابيض صلت من اجلك يقف شعر يديك. ودخلت سيارتي مره وكما حدث مع الدكتور شو كان فمي مفتوحا بشده من الدهشه وكان فكي التصق برجلي طول مده توصيلي فعرفت هذه لا تعرف عن الله بل تعرف الله لانها تعرف الروح. قال الفريسيون نحن نعرف الاب فمن انت يا يسوع؟ كانوا يريدون علاقه مع الاب بدون يسوع، قالوا نحن ابناء الله. ارادوا ان يعرفوا الله من خلال العهد القديم. قال يسوع الا تفهمون من راني راى الاب؟ هناك مؤمنون يريدون ان يروا يسوع بدون الروح. وهم لا يفرقون عن الفريسيين الذين يريدون معرفه الله الاب بدون ان يعرفوا يسوع المسيح اتتابعون قال يسوع لو عرفتموني لعرفتم ابي ايضا لو عرفتم الروح القدس لعرفتم يسوع كان يقول ليس الاب هنا هو في السماء ان عرفتموني ستعرفون ابي لاننا واحد إن عرفتم الروح القدس، الأقنوم الذي هنا، ستعرفون يسوع. سأقول لكم شيئاً بأمانة، أنا وليس نخدم منذ ثلاثين عاماً، هذا العام هو عامنا الثلاثون. أتعلمون؟ دعوني أقول من يعرفون يسوع أكثر هم من يعرفون الروح القدس. هذا مذهل. لم أرى أي استثناء لهذا. فلنرجع إلى المكتوب في كلمات الرسالة التي أرسلها الرسل في أعمال خمسة عشر والتي ذكرناها قبلا أتذكرون حين قالوا فقد استحسن الروح القدس ونحن كانوا قريبين جدا فعرفوا شعوره دون أن يتكلم لم يقول الروح القدس قال أن نخبركم ألا تأكلوا لحما مذبوحا لوثن ولا تشربوا الدم ولا تزنوا لم يحدث هذا لأن الروح القدس لم يخبرهم قالوا استحسن الروح القدس ونحن كانوا يعرفونه لم يكن عليه أن يتكلم في ذلك الموقف أحيانا أستطيع أن أخبرك عما تريده ليسا دون أن تخبرني لأني معها منذ ثلاثين عاما حين تقول لي سأقدم اللحم والبيض والحبوب هذا الصباح أقول لك أتعرف شيئا؟ ليسا لن تريد اللحم لم أكلم ليسا لم أذهب إليها وأقول ليس هل تريدين لحما؟ لم أحتاج لذلك لأني أعرف أنها لا تحبه لم يحتاج كلمة مباشرة من الروح الناس يستخدمون اسم الله باطلا عندما يقولون قال الروح القدس وهو لم يقل لم يتجرأ هؤلاء الرسل أن يكتبوا الروح القدس قال لا تأكل دما لا تأكل لحما مذبوحا للأوثان لا تزن لا تعبد الأوثان لم يقولوا ذلك قالوا استحسن بولس فعل نفس الشيء بولس كتب نصف اصحاح في كورنثوس ماذا قال قال اما رايي فهو انها ستكون اسعد حالا اذا بقيت كما هي وانا اعتقد اعتقد ايضا ان روح الله في كان يعرف الله الروح القدس جيدا لم يقدر ان يقول يقول روح الله يقول الرب لكن اعتقد ان روح الله في اتتابعون حتى تكون في حميميه يجب ان تعرف شخصيه من تريد ان تقترب منه؟ أصحيح؟ هذا يعزز شركتنا ويعمقها، يجب ان نعرف شخصيه الناس، صحيح؟ أتعرف انك تعامل الناس بطرق مختلفة؟ انا اعامل اديسون غير اوستن غير اليك لان شخصياتهم مختلفة، ولم اعرف ذلك لمدة طويلة. عملتهم جميعا بنفس الطريقة ووقعت في أخطاء كبيرة لأني لم أعرف شخصياتهم المختلفة وكيف يتفاعلون ليس كانت تعرف ودربتني وعلمتني ذلك أتتابعون؟ إذا مرة أخرى الروح القدس شخص في يوحنا أربعة عشر في أول ستة عشر عددا يستخدم يسوع الضمائر هو والهاء تسعة عشر مرة متفقين؟ إذا هو شخص لقد توصلت الى اكتشاف ساعدني كثيرا في التفاعل مع الروح القدس حسنا هذا الاكتشاف ساعدني واتمنى ان يساعدك لكن هذا الاكتشاف هو في اليونانيه هناك ضمير يستخدم للرجال والنساء هذا غير موجود في لغتنا لدينا هو وهي وضمير الاشياء والحيوانات هو يشير للولد وهي للبنت. لا يمكننا ان نقول ضميرا واحدا للولد والبنت، ويجب ان نقول هم للاولاد وهن للبنات. اليونانيون لديهم ضمير يمكن ان يستخدم للذكر والانثى. وهو ضمير حيادي يشير الى الانسان وليس الاشياء. وهذا هو الضمير المستخدم في الاصل اليوناني. ليس هو بالتحديد ولا هي بالتحديد. انه ذلك الضمير المحايد وهو يشير الى شخص الان اول كل شيء اريد ان اقول انا لا اقول ان الروح القدس انثى اخرج هذه الفكره من ذهنك لا اقول انه اله اتفهمون لكن هل يمكنني ان اسال من كان موجودا اولا الله ام البشر الله كتابي يقول: خلق الله الانسان على صورته ذكرا وانثى. مما يعني ماذا؟ ان كان قد خلقهم على صورته ذكرا وانثى، هذا معناه ان الصفات الانثويه هي في الله. صحيح؟ ان قال خلقهم على صورته ذكرا، لما قلت ذلك، قال ذكرا وانثى. فهمتم؟ اذا عندنا الأب وعندنا الابن هل يمكن أن يكون الروح القدس لديه بعض الخواص الموجودة لدى الأنثى؟ أنتم معي؟ أردت أن أتأكد أننا متفقون على ذلك. هناك سبب يجعلني أقول هذا، لم أكن سأقوله إن لم أعرف أنه سيساعدكم. سبب قولي هذا هو أنه سيساعدك أن تتصل به. أنا أقول به لأنه ليس لدينا ذلك الضمير المحايد لو كان لدينا كنت استخدمته إذا لماذا أقول ذلك؟ لماذا؟ حين تزوجت لدي أب محارب قديم ثلاثة وتسعون عاما الآن وأحبه جدا لكن أبي لم يجهزني للزواج من امرأة قال بطرس هذه الجملة عاملوا زوجاتكم بتفاهم صحيح فبدات الزواج وانا اعامل ليسا كرجل حسنا لان ليسا هي حب حياتي وقد كانت اول صديقه حقيقيه لي اعاملها كانها رجل لم ينفع هذا ابدا كلكم تعرفون او اغلبكم ومن لا يعرف يجلس معي لو كنت من فريقي وساشرح بعض الاختلافات بين الذكر والانثى من اجل هذا كان يجب ان اتعلم كيف اتكلم معها دعوني اعطيكم مثلا مع اولادي في بعض الاحيان كنت اتواصل معهم بقسوه كنت صعبا وقاسيا لم يكن يصح ان اكلمهم هكذا ثم انظر الى احد اولادي لنقل اديسون واقول اديسون انا اسف وماذا يقول سامحتك يا ابي ويكون كل منا صافيا من المتضايق امه متضايقة ليومين عقد شركتي مع ليسا ليومين، إذ بعد ثلاثة أيام تقول لا زلت مصدومة من طريقتك مع ابني. وهذا صحيح، أنا أتفهم ذلك. أفهمتم؟ مكتوب في أفسس: "ولا تواصلوا إحزان روح الله القدوس". الكلمة اليونانية إحزان هي لوبيت. ال يو بي إي تي. حسنا؟ ومعناها أن يكون حزينا أو يجعله يحزن أو يجعله يأسف. تأتي من الكلمة اليونانية لوبي التي تعني ألم، نوع من الألم أو الحزن يمكن أن يختبره فقط شخصان يحبان بعضهما البعض بقوة. أنتم معي؟ يحبان بقوة. هل أقرأ الجزء الكتابي في سياقه؟ لا تخرج كلمات غير لائقة من أفواهكم، بل فقط ما يصلح لبناء الاخرين حسب الحاجه ولفائده السامعين، ولا تواصلوا احزان، اي الحزن العميق، روح الله القدوس فهو الذي به ختمتم مملوكين لله. ثم يقول: انزعوا من داخلكم كل مراره وسخط وغضب وصياح واهانه وكل خبث. كونوا لطفاء وشفوقين بعضكم نحو بعض مستعدين لمسامحة الآخرين كما سمحكم الله إن أردت ليلة جيدة مع زوجتي فلأكن لطيفا مع أولادي لأنه إن قست ليس على أولادي أقول أسامحك حبيبتي انتهينا وإن قسوت أنا عليهم تتضايق يومين أتتابعون؟ حسنا ذكرت هذا لأن معظم السيدات هكذا من أين تأتي هذه المواصفات في رأيك؟ خاصه بولس لا يقول لا تحزنوا اي تكئبوا يسوع ولا يقول لا تحزنوا الاب لا تحزنوا الروح ها هي جمله اخرى مؤيده لذلك يمكنك ان تتحدث عني بالسوء لكن ان سات الى زوجتي تصبح في مشكله يقول يسوع يقول هذا من يتكلم بشيء ضد ابن الانسان يغفر له وأما من يتكلم بشيء ضد الروح القدس فلا يمكن أن يغفر له أليس شيقا أن الله الآب وضع حماية خاصة على الروح القدس؟ ليس على يسوع ولا الله الآب نفسه قال لا تمسوه لماذا؟ لأن الروح القدس يمكن أن يحزن ألازلتم معي؟ ألازلتم معي؟ أذكر سببا آخر؟ عندما يتأذى طفل إلى من يجري؟ إلى أمه هناك دول هاواي واحدة منها لديهم سياسة الآن حين يحتاجون أن يقبضوا على مجرم صغير السن، فأول شرطي يدخل هي امرأة، لأنهم اكتشفوا أن الأحداث يستجيبون لمواساة المرأة، وسينفتحون أكثر وسيستجيبوا لمواساة تلك المرأة، وماذا يسمى الروح القدس؟ المعزي، ألا معي؟ أعطيكم سبباً آخر؟ حسناً، الروح القدس يعرف بروح الحكمة. وهي تذكر بالمؤنث ثمانية مرات في الأمثال لا تفهمني خطأ الحكمة تشكلت هذا في أمثال ثمانية اثنان وعشرين الروح القدس شكل كل شيء أليس شيقا أن تدعى الحكمة بالمؤنث ثمانية مرات في الأمثال؟ أكرر أنا لا أقول الروح القدس مؤنث سأخبركم كيف أرى الروح القدس أراه مثل داود هل لاحظت كم كان رقيقا؟ كم كان حساسا؟ كم كان حنونا؟ عندما مات ابشالوم كان يبكي رغم انه كان يكلف الجيش ان يتعقبه، اليس كذلك؟ اذا داود محارب ولكنه رقيق وحساس يتعبد ويبكي طوال الوقت. الروح القدس هو روح القوة. إنه كلي القوة. لكنه رقيق حتى انك يمكن ان تجرحه ليومين. فقد تعلمت وسأكون صادقا، هذا شيق جدا. الأسبوع الماضي منعت التلفزيون عدم مباراة النهائي. كنت في شركة مع الروح القدس، دفنت نفسي في الصلاة وقراءة الكتاب الأسبوع الماضي. وبعد أن أخذت كفايتي، خرجت إلى حجرة المعيشة. كان أولادي يشاهدون فيلما محترما، لم يكن سيئا، لقد شاهدته في الطائرة ذات مرة. ودخلت الحجرة بالضبط أثناء مشهد فيه رجل يتم قتله. ثم شعرت حرفيا بحزن الروح القدس. بدأت أتأوه سأخرج من هنا وخرجت وقلت آسف آسف أنا آسف آسف جدا كنت حساسا جدا له أدركت أنه إن أكملت الفيلم كان سيصمت وتعرفون ليس موجودة وحاضرة أعرف أني ضايقتها يجب أن أكمل خلال اليومين التاليين وأرجع الراحة وأرجع الثقة أيضا انه ليس ماديا انه يصمت تماما لا تعرف انه قد احزن وفقط لاني كنت حساسا جدا ادركت يا ما هذا ساخرج ثم قلت اسف جدا اسف جدا هل تفهم ان الروح اقام اقامه دائمه فعندما تدخل فيلما مثل هذا تاخذه معك اله الكون الذي لا حدود لقدسته او نقائه او قدرته او حكمته تاخذه معك هناك من يدعى روح الله القدوس تاخذه معك لانه اقام عهدا لن اتركك ان اجبرتني على هذا ساتي معك لاني ملزم بك ولكن ساصمت إن انتهرت ولا تفهموني خطأ أنا أتكلم بقوة وأؤمن بذلك يسوع تكلم بقوة وقال لتلاميذه أيها الجيل غير المؤمن والمنحرف وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما وقال لبطرس ابتعد عني يا شيطان ليس خطأ أن, أن تتكلم بقوة كقائد لكن إن تكلمت بقسوة ليس فقط هي من تحزن هو يحزن ثم أقول يا رب يا رب أرجوك 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 سامحني فيغفر لي واغسل بدم المسيح لا زلت ثابتا مع الله لكن علي ان اصلح الصحبه احزنته تكلمت مؤخرا بقسوه مع احد اولادي وفي كل مره ادخل مخدعي في اليومين التاليين اتذكر هذا لم تكن دينونه لقد احزنته احزنته تكلمت بقسوه مع احد اولادي وكنت مخطئا وحاولت اصلاح الامر بعد ذلك واما عن ليسا احتجت اياما لاضبط الامور معها انا اساعدكم لتفهموه هو لطيف لطيف ورقيق وحساس وحنون ومعزي كالمراه لكنه قوي كمحارب روح القوه انتم معي هل استفدتم هذا شيق يوجد امر اخر ساعدني على فهم ذلك عرفت انه ان اردت علاقه عميقه مع ليسا ساتكلم عن ما تحب هي حين اكسب مباراه في الجولف حبيبتي لقد كسبت المباراه فيقول ابني احكي لي عن كل هدف واحكي لي عن كل ضربه ويريدونني ان احكي القصه كلها لكن ليس تقول جيد لكن احكي لي عن حوارك مع ذلك الرجل لان ما يهمها العلاقه فتكلم عن الكنيسه وتكلم عن العلاقات مع الروح القدس فتجذب انتباهه انتم معي متابعون امين